بسم الله. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا شين فايسة عبد الرشيد حان يعني فيديو كان كليب كان نص دبي وحيت هاي هنا مرت مرق قريت إذن أوكسيو إن سدا أوكسيو نحن جوا دلك كينيا وحان إما ذي سجال التبانكي إن أغسطس إن يعني وقت بدن ما كوقعت كينيا وقت بدنا ما هنقصق تمجال هذا مقدسه رنتي ما ذحت ذلك وحانس أرجن لبي توانك أبريل سنة لبضكون يتضوي توانك إن وحانس أرجن ما ذحوينها رئيس الوزارةها قدوميها قبلك دمان حبيب البو دولة كتر سن حلبان يوزير انتبا إن رنتي ما ذحوينها رئيس الوزارة هو حي بلان قادين إن ما ركتي حالدي دعم ما أي لتع عليا سدوا رقصها بدن إن واحد حسوسين مدن إن عند حسوسين دونيا إن مدحوينها يرز الوزارةها حسوسين تاس أي تخي إن يعني إن أنا كويري مالنت وهري سي أمس أرجعني أنا أور بحياي حالة دي دعام في ماد سيدة تخي إن رنتي رز الوزارةها أب وقتقنا ذي يعني وحو إيه موجي درين ولا نمو درين ولا نمو يو وحياب كله إن أنا قرنت وحن إسكت على دعية إن عن هلي دانو عفمات كي مش لقى شيء لكن وح عفمات اللي بيدستو حقوم هيمسن عليه ويناي سبحانه وتعالى ها إلتج على استجيب كاني لكن إلهي حيري دذال أنا قرنا وقولت شريعة حبك ما خلابيان إن رنتي أنا وحن رادنا يا ولا ليا لو دذال وحن يعني مر والبيت عندوني يا ولا دذال إن وحلا ثلاث صارتني وحقوق ما هبضن عليه وين يكون كان كيني نا أبوري أنت أنا لسه أوكي نب كان يعني إلتش على ذي إن واحد ربع إن أنا أوجيسيو دتويني هي قصوم عليات إن واحد دنيا إنا إذن أوجيسيو وحيته هاي إن أنا هاي ولاشين صوماليات أو آد أدبان واحد هاي ولاشين صوماليات أو إذن كباهن عوينات واحد أباهن هاي إن ذي قرب استعتان واحد أباهن هاي إن أديه لسان وحال عذي مصيبة قرن أورنتي نقول قطعي دبعتوين دعوة عن جرسيسي قلبي جينل أدوجبتي وحن مركه هرتو وقطع سيدين يا ولا له قصوم عليه أكوبا بأي أفرت بنكي أكتوبر حسوق وين أي صوبه إن أنت دعوة عنه أنا إلى مت كان وحن إلهي كرجال يا إنه عفوا ما تام أخسيو وأنا الحد كذا تمام أقلقه أنت كل حد بيشنه إذا كان أكبر يا إن أي تدقيق صمري لها أكديكان إن رنتي أنا جا وحدي أنا يعني ما أنت أنا حالها قف لبضل واسكجو أنا وانصمري لها because وحن أجهي إن أنا مرض مهلين عجهيك لكن الحمد لله عجهيك ويجيالن وحصل أهاي ذلك أرادني مدة بدن أنا وحن دعوة متاريخ ذي مركا إذن شغو يعني لحي طبعاً كسبتمبر سنة دي لبضو كوني لحي طبعاً كا وحكودا وعمي أنا جو كتير خال قرن وحكودا وعمي أسكري ولا الكيء أو باهن أو فرونت تاجين إن أنا جا أنا وقت أبو حرمت أكوه الجلعي هوز كا دور كا أو سكجة دفاع عدويس أقار صنايو أنا جو قبر أهو حنا سكوح القامي إن أنا ويستاجو دفاع قرن كيا وحان اسكوح القامي إن أن لمد أهي رقمانتي يعني فرونتو كجيرو كاليتو وحان جعل أهي إن أن كمد نقضو ضدك هلي يدا أهي يعني دلكو دا مقع يسمعات كله هسي أهاتي وحا إقود عاد قطر رباني أه ونكو قانع سنهي الحمد لله لشكر رب العالمين لكن وحا جرتو هل نباتو نباتو دا سؤيت أهي إن أن وايو داريال بوحا إن رونتي دادال بدن يو يعني واحد جرتي إن مارك إذا ما ذحوق ذلك الصوماليات أي موت يعني تعال ولا نمو تعال الصومال نمو تعال قبر نمو يجي تعال قرن نمو ويجي يستاجن غير الله سي أبالة أنا جهايا واللي بقدومي خري قبل كبنادر قدومي مدال أسرجنا مرة نبمي إلى بايو أنت عسي مارك إلى سوقرت حالة ديدا وحن سوقي إن عن هلا لمستر كده وحن كسوقي ما ذحد عصب إيه ذلك هنا حقيقة ونوحة أهبين كلا دورت مدحوينها صوماليا مدنا فرماجو إن آآن هاي قفك أقوه الرئي إلنك إما تمرك مدحوينها مقلي إن فرماجو لا دورت
يعني وحان اسكو دادعي انو اها سمتا بحيان وحان اسكو ديركلي انو اها قفك سمتا بحلال شخصيا مدحوينا معانتي يقود بيسا هذا الكيس وحوي رحي انت ميل الالي ميش لغا هلايو دادالكا غا عفيمات انو قولة قربتاقنا مي قبطا ان ماركتي سقالي طوانكي اغوستو الى ما بشاني اي تهي سدح بلود انت وميشان كينيا انجو ميا لوايي لبا يعني لبا اوبشن ميد ام لي له وخي لوو هايي يعني وخي لوو رادينايو وا لوو بايي وحان دح غلي لا ولاالهيغي داوانايو او ايدينك اكو كاتيهين مدحد الصوماليد وحان كرجينيا ان اي ايغا سو جوابان مسج كاني وحان اهي هوي عرور له وحان اهي هوي سوغاي ولاالو وحان اهي هوي قعنت كو هيساي سغال عيال اي تضمن الى دلت لبن اني كان دلي waxaan ahay udubki hooyaday waxaan maanta aniga u istaagsanaa oo inta u dadaalay waxay tahay in aan nafteyda iyo nolosheyda iyo dalkayga dadkayga carruurteyda aan samato bixiyo waxaan samaynta ala sariir korkeeda xilligaas u jeedaan in waan fadhi lahay fadhiga waan isku cilniyaa yaani gacanba isku haya in runtii xaaladeeda aad buu si leedanaysa maanta waxaan tagay dhaqtar waxa ay xanuunayaa kaliyaha iyo hamitada waxa ay bararsan qaybta midiga oo dhan yaani waa dareen kartaa qofka bini'aadinka markuu jiifo waxa la soo gudboonaan ay xanuuno fara badan laakiin waxaan diidanahay in aan maalin walba aniga qeylinayo ama aan wax tabanayo in aan social media soo istaago waxaan ka rajaynayaa ummada Soomaaliyeed meel walba joogan inaysan ugu haleynin madaxda qaranka kaliya shaala idinka istaagsana idinka ayaan diyaar idin ahaa idinka ayaa maaragtay idinka gurigiina jiifa aan doonay ayadoo dhaxna jirta roob jirta qorax jirta bus jirta wax walba jirta aa idin istaago miyana maanta waajibkiidin ahayn in aan idinkan ay istaagtaan aawa dadkii Soomaaliyeed waxaan ahay walaashin Soomaaliyeed aniga ma haysto maanta waalid ii garab istaaga oo maanta aan ku ogahay hanti ama dhaqaale ma haysti in qof kale too xataa ma aragtay iga caawinayo wax walba waxa Kenya haatan igu hayo safaaradda Soomaaliya oo wax walba iga dhiibta inta subaxa laga helo qof walaal ah laakiin aniga dadaalkaygu wuxuu yahay inaan helo meesha aan rajadeeda ay tahay guri waan leeyahay waxa ani waxaan weeyay ii bilna midna ma aan weynin laakiin maxay tahay saddexda bilood sababta aniga halkaan u joogo milis weediyay yaani saddexda bilood ka hor waxa jirtay in aan saddex bilood ka sii hor aan sidaan oo kale taan ahaa mudane ra'iisul wasaare miy qabtaa mudan lix bilood ah in aan iska keydo warwareejisan miyasan ahayn miyasan hooy idin dhalin miyasan xaasil ahayn maadan gabar dhalin miyasan gabar kula dhalan madaxweyne maanta hadaan ahaa gabadhaada ama xaaskaaga ama walaashaada wadi istaagi lahayd ra'iisul wasaare lamid gudoomiyaha tabta lamid dhammaan dowladda oo dhan waa lamid waxaan kaloo rabaa inaan halkan baaq ugu dirso shacabka Soomaaliyeed miyaan ahayn gabadhii shalay idinka dartiinaad ku naxarsanaysiin miyaan ahayn gabadhii shalay dartiina u taagnayd maanta maxaa iyo istaagi lahayd hiila idinka baahanahay hoo aad idinka baahanahay ani imrabi maanta idin ma dhahayo dhaqaale baahana laakiin waxaan rabaa qofka igu caawin karo inuu igu caawiyo xaaladan ku jir sida aan uga bixi lahaa hadaa adiga walaal ii caawisid laga yaabee in aan berri tool hadii aan isbedelo ku caawin karaayo shacabka Soomaaliyeed waa idin barya walaashin baan ahay ma doonayo inaan mar dambe yaani video kale taan soo duubo ama aan ka dhex hadlo baraha bulshada waxaan idinka codsanayaa inaad aqbali doontaan oodan ii heli doontaan inin igu haleynin dowlad oo dhan oo idinka aad istaagtaan waan hubaa idinka haddaad maanta istaagtaan wax walba ii hagaagaya. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.